السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ هنبتدي في المحاضرة رقم 4. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن المولكيولز او السولابل مولكيولز او ده الانيت اميون سيستم. احنا قلنا ان احنا في الانيت اميون سيستم عندي 3 حاجات، عندي بارير تو الانفكشن، وعندي السيلز، وعندي المولكيولز اللي انا بستخدمها عشان تساعد في التخلص من الباثوجين. اول مولكيول بالنسبه لي بيسمى بالاكيوت فيز بروتينز. الاكيوت فيز بروتين هي عباره عن كلاس من البروتين اللي بتعمل لي بلازما كونسنتريشن انكريز، او بسميها بوزيتيف اكيوت فيز بروتين، او بتعمل لي ديكريز للبلازما كونسنتريشن بسميها نيجاتيف اكيوت فيز بروتين، ان ريسبونس تو نتيجه للانفكشن او التشو انجري. الريسبونس بتاعها بيسمى بالاكيوت فيز رياكشن او اكيوت فيز ريسبونس. ان ريسبونس تو الانجري، اول ما اتعرض للجرح او يبقى عندي جرح، لوكال انفلاماتوري سيل زي النيتروفيل، جرانيولوسايت، ماكروفاج سيكريت نمبر من السيتوكاين انتو البلاد ستريم. مين السيتوكاينز دول؟ زي مثلا انترلوكين 1 او 6 او تيومر نكروزيس فاكتور الفا. These cytokines reach the liver through the circulation. The liver responds by increasing its production of certain plasma proteins. ال positive acute phase protein هم مين؟ هم ال C-reactive protein, serum amyloid A, complement component, fibrinogen والhematoglobulin. التغير في البلازما كونسنتريشن بيبقى ناتج لتعرض الشخص لبعض الامراض زي مثلا الفيفر، الحمى، ليوكوسايتوزيس زياده كرات الدم البيضاء، ترومبوسايتوزيس زياده الصفائح الدمويه، كاتابوليزم اوف المصل بروتين، والفات ديبوزيت او تراكم للدهون. تاني مولكيول بالنسبة لي اللي هو الكومبلمنت سيستم، بيعتبر هو كيميكال سيكشن اوف ذا الانيت اميون سيستم. الكومبلمنت سيستم ممكن اسميه كومبلمنت كاسكيد، يعني مكونات تتابعية او احداث تتابعية هتمشي ورا بعضها. بيتكون من تقريبا 20 بروتين are activated through various pathway form a part of the innate immune system. العملية بتاعته made in the liver circulate in their inactive form until they are needed. الايم بتاع ال complement system هو support، يعني مدعم لل other part of the immune response. عندي 3 ways to activate the complement system. هم عبارة عن classical pathway, mannose binding lecithin pathway, alternative pathway. كلهم بادئين ب different molecule ثم يحدث لهم تحول ويكونوا لي same effector molecule. خلال العملية ديت بيحصل activation of enzymes that cleavage their substrate to form a cascade تتابعات معينة، ثم هيحدث ان complement response is amplified. التلاتة باسوي بيدوني في النهاية C3 convertase اللي هو الانزيم trigger further effectors downstream. اول باسوي بالنسبة لي اللي هي classical باسوي activated when a complement protein called C1Q bind B directly to the pathogen أو the antigen antibody complex في مكان معين اللي هو الـ FC region في نوعين من الـ antibody اللي هو الـ IgG والـ IgM. اللي هيحصل بعد كده trigger cleavage of subsequent complement protein in a cascade، وفي النهاية يديني C3 convertase enzyme. وبالتالي طالما احنا بنقول ان هو involved او involvement in the antigen antibody complex، يبقى معناه ان هو له دور في الادابتيف اميون ريسبونس
زي ما له دور في الـ innate immune response. تاني باسوي بالنسبة لي اللي هو المنوز binding لستين باسوي. المنوز binding لستين normally found in the serum هو عبارة عن بروتين produced in the liver. الرول بتاعه هو detect الكربوهيدرات containing منوز on the surface of the pathogen. Activating المنوز binding لستين associated serine protease called the MASP. المنوز binding لستين associated serine protease responsible for cleaving الكومبلمنت كومبوننت، وفي الاخر هيحصل اكتيفيشن لنفس الكاسكيد او نفس التتابعات بتاعه الكلاسيكال باسوي ويديني السي 3 كونفرتيز انزيم. ثالث باسوي بالنسبه لي هي بتسمى بي الترناتيف باسوي اكتيفيتد باي بكتيريال اندوتوكسين. ايه هي البكتيريا الاندوتوكسين؟ هي لايبو بولي ساكرايد بريزنت اون ذا اوتر ميمبرين اوف ذا جرام نيجاتيف بكتيريا. على طول بيكوني او بيعمل لي هيدرولايز اوف السي 3 انتو سمول اماونت اوف السي 3 بي ويتش كومباين ويز الاذر فاكتور تو بروديوس السي 3 كونفرتيز انزيم. الاميون افكت اوف الكومبلمنت سيستم ان انا دلوقتي حصل ان السي 3 از اكتيفيتد، هتعمل اكتيفيشن للسي 5 ثم بعد ذلك 6 7 8 9 ان اكاسكيد بطريقه تتابعيه، وبالتالي السمول سيجنال هيعمل لي ايه؟ هيؤدي الى رابيد اكتيفيشن اوف ميني ثاوزند اوف الكومبلمنت مولكيول. ده مهم جدا في الاميون ريسبونس. ليه؟ لان الباثوجين ار اولسو ايبل تو ريبليكيت فيري كويكلي ويزن ذا البودي، اول ما بيدخل جسم الانسان بيحصل له ريبليكيشن بسرعه جدا ويعمل لي مشكله، فمحتاجين الكومبلمنت علشان يقدر يعمل لي الكاسكيد اللي هي الحاجات التتابعيه بالنسبه لي عشان تقدر تتخلص من اي باثوجين موجود عندي.